الحمد لله رب العالمين يا شيخ كشك. يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا. أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عاطفتي نحو ديني. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنان المؤثره الجميله. الشيخ عبد الحميد كشك يعني كان خطيبا من الطراز الاول. تسمع صوت الشيخ كشك وهو بيتكلم في غزوه من الغزوات كانك تسمع اصطكاك السيوف. شرفت بانني كنت معه في فتره من الفترات، وكان رجلا يعني يبكيك ويضحكك في ان واحد. كان صاحب دعابه حاضرة وصاحب طرفة جميلة. أرحم الشيخ كشك عليه رحمة الله كان يقول كده، يعني الواحد لو كان بيصلي ويقرأ القرآن وينام على وضوء هيشوف النبي في المنام، هيشوف الصحابة في المنام، إنما اللي بينام وآخر عهده كان بفيلم ولا تمثيلية ولا بتاع هيشوف إيه في المنام؟ هيشوف عفريت هاني. قالوا له فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، إحنا بنقوم بالدعوة في المسجد، ولكن المسجد فيه بدع ككثير من مساجد المسلمين، فحكمة الشيخ قال لهم ابدأوا بالأمر بالسنة. فكانت وصية الشيخ الرفق، اللين، التودد، التحبب إلى المدعوين. لما جم سألوني عن الخطابة في مصر فبقولوا تعالى سافر الدول العربية وهنديك كذا، فقال لهم كذا إيه؟ والله لو أردت أن يجعل الله لي هذا التراب ذهبا لجعله لي ذهبا. أليس عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك. المولد شبراخيط بحيرة، العاشر من مارس سنة 1933. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين.
سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وأنا ساجد. ولما حان يوم ليلة موته وصى أولاده فقال أي بني في أي عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في 63 من عمره. قال الحمد لله أنني أتممتها الليلة.
صبيحتها كما تحكي زوجه. من عادتي أن يصلي الصبح ويستمر يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم تحضر له إفطاره بعد صلاة الضحى. أقص عليك رؤيا رأيتها الليلة، لقد رأيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سلم على عمر، فسلمت عليه وسقطت بينهما ميتا، فغسلني النبي بيديه فقال لي لما قصصت علي هذه الرؤيا وقد علمتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى رؤيا يكرهها فلا يقصها على أحد فإنها لا تضيره. قال ومن قال لك إنني أكره هذه الرؤيا؟ والله إني لأرجو الله أن يكون الأمر كما كان أو كما رأيت. وما هي إلا لحظة الرجل دخل اغتسل غسل الجمعة والموت، بل يحكي أولاده خرج من حمامه على غير عادته مسرع الخطى ليركع ركعتين قبل نزوله المسجد لصلاة الجمعة، فسجد وما قام من سجده، مات وسجد. ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وهو رايح عشان يصلي الجمعة هو وابنه، وإذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمن رحمة واسعة، وفي الركعة الثانية يعني سجد سجدة وأطال فيها، فابنه بيناديله عشان يلحق صلاة الجمعة، وإذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سعيت من حال الليل إذا حرمين كما سرى البدر في داج من الظلمين وبت ترقى إلى ومن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجداً.